فرق خبرة انت شفته ازاي؟ شفته فيلم لطيف جدا وبداية موفقة جدا لشريف نجيب على مستوى الإخراج، وطبعا شرنوبي وهدى المفتي ببارك لهم ومتميزين. هنشوف ايه جديد لأكرم حسني الفترة الجاية؟ انا شغال على مسلسل رمضان ان شاء الله اسمه مكتوب عليا، تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكر وإخراج خالد الحلفاوي، وبنستكمل فيلم العميل صفر إن شاء الله إخراج محمد سامي وإنتاج أستاذ زهير عبد الله وطبعا نيلي كريم وبيومي فؤاد. سمعنا اللي هيفاء وهبي هتعمل معاك دراما، هل الكلام ده صح ولا لا؟ احنا طول الوقت عمالين نتكلم وان شاء الله اول ما الامور تبقى يعني نستقر هنعمل كده. في حاجه يعني ولا في كلام ولا بنتكلم طول الوقت من قبل ما نعمل الاغنيه واحنا بنتكلم طول الوقت عايزين نشتغل مع بعض، فمستنيين بس تظبط معانا. هنشوف ايه اغاني جديده بقى؟ والله شغال على كذا حاجه، يعني شغال على كذا فكره ولسه ما استقرتش على واحده فيهم. لسه منزل بوستر بتقول احنا كل ما نقعد بنعمل اغنيه. اصلا انا بحب المزيكا وبحب عادات المزيكا، فبنقعد نكريت حاجات سواء انا هستخدمها في شغلي او بنبقى قاعدين بنتبسط يعني. فالصوره مع الملحن الكبير ايهاب عبد الواحد والموزع العبقري نادر حمدي وشيكو كان موجود في القعده، فكنا قاعدين بنكريت اغنيه ولسه يعني لسه مش عارفين هتستخدم ازاي ان شاء الله. حفيظه راجع؟ لا، ابو حفيظه احنا عملنا اخر المواسم بتاعته مع ام بي سي، ولا انا مركز دلوقتي في يعني في ان اكرم بقى سواء على مستوى السينما او مستوى الدراما يعني. شكر جدا.